طلال محاولة تقل ومرور، يا السلام، خذ الأول وخذ الثاني، وهنا يبحث عن التسديدة، عادت مجددا توصل، وهنا البينية إسماعيل عبد اللطيف، انطلاقة فيها محاولة تسديدة وكورة جول أول، جول أول للمحرق في كورة بينية مرتدة سريعة، والفرحة الفرحة للكتيبة المحرقوية، هدف أول في المباراة، هدف أول في المباراة، وهنا الفرحة وهنا السعادة. إسماعيل عبد اللطيف يواجه حارس المرمى وجه لوجه، وبعد ذلك إسماعيل عبد اللطيف، هنا كرة أيضا طويلة أمامية، محاولة مرزوق، كرة هو 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 المحرق اليوم، المحرق اليوم ناوي علانية، ناوي علانية، ويبحث عن اللقب السادس عشر، السادس عشر، والهدف الثاني يأتي الآن، الهدف الثاني يأتي بعد كورة إلى أمام، والدفاع الرفاعي يعاني في الدقائق الأولى، في الدقائق الأولى الدفاع الرفاعي يعاني. هدفين، هدفين، هدفين للصالح المحرك، هدفين للصالح المحرك، هدفين للصالح المحرك عن طريق إسماعيل عبد اللطيف، عن طريق سمعة، عن طريق رصاصة المحرك اللي بالفعل تحرك مرتين، وفي المرتين إلى هدفين، وفي المرتين إلى فرحتين. يا سلام الكعبي في هذه المباراة، في هذه المباراة يقدم إنجاز، وهنا كرة حسين تقدم يمررها وكرة، خلاص خلاص المحرك بطل للكؤوس للمرة السادسة عشر، للمرة السادسة عشر، وهنا الفرحة والنيران الصديقة تذهب بالبطولة إلى إلى المحرك، إلى المحرك. المرزوقي عمله في الشوط الأول، وداود سعد عمله في الشوط الثاني، وشاهدون الكرة الماضية، وحمر الدوسري لا يلام على الأهداف الثلاثة في مرماه، وشاهدون الفرحة، هنا الفرحة من عيسى السعدون، وهنا هو الفرحة المحرقاوية، الفرحة الحمراء، وتأتي نعم صافرة النهاية، صافرة العباسي على فوز المحرق بثلاث أهداف مقابل هدف، بثلاث أهداف مقابل هدف، والمحرق بطلا لمسابقة أغلى الكؤوس، وبطلا للنسخة رقم 35، وبطلا للمرة السادسة عشر في تاريخ